وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا جماعة هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا يخص كل امرأة مسلمة. الموضوع طبعا هو موضوع الحيض والنفاس والاستحاضة. دول يا جماعة تلات أنواع للدم بيخرجوا من المرأة، تلات أنواع للدم بيخرجوا من المرأة. الموضوع ده مهم جدا فنركز فيه. طبعا عندنا الحيض، الحيض هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة. لما البنت بتصل لسن البلوغ الولد علامات الاحتلال بيحتلم وبيطلع له شعر وبيطلع له حاجات من دي، تمام؟ البنت إذا بلغت سن البلوغ بتبقى دي علامة البلوغ بتاعتها، تمام؟ ثم يعتادها الواحدة يحصل لها الأمر ده عادة في أوقات معلومة، يعني الأمر ده بيكون منتظم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. طبعا انعقد الإجماع على نجاسته، نجاسة الإيه؟ نجاسة الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته، تحت الإيه؟ الثياب بتاعتها، لو جه دم من الدم ده على المكان على الثياب النبي صلى الله عليه وسلم قال تحته ثم تقرصه بالماء، بتغسله غسيل كويس جدا، وده دليل ان هو نجس، ده دليل ان هو ايه؟ نجس. وتنضحه وتصلي فيه، لما بتغسل الثياب بتاعتها من موضع الحيض او الدم ده هي بتصلي فيه. بدايه سن الحيض ونهايه سن الحيض لم يرد نص في الامر ده صحيح، تمام؟ في بدايه او النهايه النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وجود الحيض وعلق حكم الطهارة على إدبار الإيه؟ الحيض. يعني إيه يا جماعة معنى الكلام؟ إن البنت ساعة ما يجيلها الحيض بأوصاف الدم المعروفة بتاعة الحيض يبقى هي كده إيه؟ ده حيض، كده وصلت لسن الحيض أو خلاص ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته السيدة فاطمة بنت حبيش فقالت يا رسول الله تسأله عن هذا الأمر، قال إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. لما الحيض يجيلك تسيب الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالأمر ده يدلك على إيه؟ إن البنت إذا رأت الحيض فهو حيض، وإن كان هذا في أي سن من السنين، مش شرط له سنة، يعني ما نقولش 12 سنة 13 سنة 10 سنوات، لا، إذا رأت حيض فده حيض. وبالنسبة برضو للمرأة الكبيرة، يعني ما نقولش يا جماعة مثلا الواحدة بعد 45 سنة كده خلاص، لا، يمكن أن يجي لها حيض بعد 45 سنة. فإذا وصل الأمر حتى لو بعد سن 50 سنة فهو حيض، فهو إيه؟ حيض. يبقى السن رأت الحيض هو حيض، لم يكن هناك حيض خلاص ما فيش حيض. عندنا إدبار الحيض، طبعا اقباله بقى عندما ينزل الحيض، ينزل الدم على سبيل الدفع، على سبيل الايه؟ الدفعة. لان ممكن ياتي الامر في بداية الامر يكون عبارة عن ايه؟ عن نقط بسيطة، لا، اول ما يصل الحيض ده معناه الوصول، وصول الحيض. والمرأة طبعا بتكون عارفة هذا الامر عادة بالنسبة له. ادباره بيكون بحالتين، يعني ازاي الواحدة تعرف ان هي طهرت من الحيض؟ بحاجتين، اما بالجفاف، مفيش ما عادش دم بينزل منها، اما بالايه؟ بالجفاف، ما عادش دم بينزل منها. الامر الثاني ان خروج القصة البيضاء، وده شيء سائل ابيض بيخرج من الرحم اذا توقف الايه؟ اذا توقف الحيض. في عندنا بعض المسائل كده البسيطة نوضحها ممكن تحدث لكتير جدا. عندك ان ممكن مدة الحيض تزيد، مدة الحيض ايه؟ تزيد أو تقل عن المدة المعتادة، يعني يمكن واحدة مثلا بتحيض 6 أيام أو 7 أيام أو أيا كان، فممكن هي تحيض 4 أيام أو تحيض 7 أيام، هي المدة المعتادة بتاعتها 6 مثلا. في الحالة دي حكمها إيه؟ إذا وجدت الحيض فهو حيض، إذا انقطع الحيض خلاص هي كده طهرت، زاد أو قل، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ إذا زاد إذا زادت الأيام أو قل. إذا تقدم موعد الحيض
أو تأخر، يعني يمكن مثلا واحدة بيجي لها الحيض بتاعها في نهاية الشهر أم جاي في نص الشهر أو في أول الشهر، خلف في الموعد خالص، برضو ياخد نفس الحكم اللي احنا قلناه إنه متى رأت الدم فهو حيض. دم الحيض معروف، المرأة بتعرفه، إذا رأت الدم ده حيض خلاص، وإذا رأت الطهر فهو طهر. عندنا أمر ثالث، إن أنت مثلا واحدة يأتي لها الحيض يوم أو اتنين وبعدين ينقطع يوم وبعدين يأتي بعدها كده، يكون عبارة عن متقطع. الأيام اللي تقطع فيها دي من أيام الحيض، دي من أيام الايه؟ الحيض. يعني مش معنى ان هي جالها يومين وانقطع انها لا تروح تغتسل بقى وتصلي، لا لا، ان هي بتصبر، لان يمكن ان الدم هياتي تاني، وبدام لها عاده معتاده عليها بتصبر الايام بتاعتها. تمام. ده بالنسبه لموضوع الحيض. عندنا التاني دم بينزل من المراه هو النفاس. النفاس ده عباره يا جماعه عن دم بيخرج بعد الولاده او بعد السقط، واحده سقطت جنين يعني، ففي الحالة دي بينزل منها دم، أو بتنزل لما بتروح إيه في عملية قيصرية أو بتعمل عملية إيه أو بتولد طبيعي، في دم بيخرج منه. الدم ده اسمه إيه؟ النفاس. كل الأحكام بتاعة الحيض اللي اتكلمنا عليها هو دم النفاس بياخدها. تمام. الحد بتاع النفاس، النفاس يمكن يكون بلحظة، ممكن يكون ساعة ما تولد ما عادش دم ينزل عليها. طبعا الامر ده بيختلف يا جماعه من واحده لواحده بسبب موضوع دلوقتي العمليه القيصريه. في واحده بتروح تولد فتفتح يفتحوا لها بطنها وما يخرجوا الجنين بينظفوا مكان الايه الامر ده، فبيكون عندها عمليه بسيطه ان ممكن دم بسيط ينزل بعد كده. وممكن واحده تولد طبيعي وتقعد فتره كبيره ان هي بينزل منها ايه، بينزل منها دم نفاس. فالامر فيه لا، العبره عندك ايه؟ اذا نزل دم خلاص يبقى احنا شغالين في النفاس، مفيش دم خلاص الواحده بتتطهر وبتصلي وبتصوم وبتعمل كل تمام. المده بتاعته اللي هي موضوع ان هو يفضل 40 يوم، هذا الامر وان كان فيه ادله بس الادله بتاعته مش صحيحه. يبقى عندنا العبره بتاعتنا اللي احنا ناخدها ايه، ان من لحظه الولاده جال 40 وقف، عدى 40 تفضل الواحدة لا تصل ولا تصوم. يعني وليكن يا جماعة واحدة ولدت وقعدت 15 يوم وانقطع خلاص، قعدت 40 يوم وانقطع خلاص، طب قعدت 45 أو 50 أو أيا كان ودم نفاس، نخلي بالنا من النقطة دي عشان ما ننتقلش لحتة إن ده دم استحاضة، إن ده دم إيه؟ استحاضة. هنتكلم على التالت دم اللي هو دم الاستحاضة. لا نركز ان ان الواحدة عارفة الدم اللي نزل منها ده هو دم نفاس ولا مش نفاس. الدم النفاس فضل واصل مع الواحدة لغاية 45 وعدى 40 يوم تفضل الواحدة، فمتى رأت دم النفاس فهو نفاس. حتة المدة احنا ما هنتكلمش فيها، لا اذا رأت الدم هو دم خلاص. ايه اللي يخلي، شوف بقى النوعين دول من الدم اللي هو الحيض والنفاس بيعملوا عندنا اشياء محرمه. اشياء ايه؟ محرمه على الواحده، ان الواحده ما ينفعش تعمل حاجات، منها ان هي ما ينفعش زوجها يجامعها في فرجها. تمام. إيه الله تبارك وتعالى يقول وهو حرام ومن الكبائر، الامر ده من الكبائر، ما فيش حد يستهون بهذا الكلام. الله تبارك وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الرجل يقبل زوجته ويحائض أي شيء ما عدا إن هو يجمع. حتة إن في بعض الناس يتكلم إن في كفارة لهذا الكلام، في طبعا في رواية للإمام أحمد يعني خلافا للحنابلة في هذا الأمر، بس رأي الجمهور إن مفيش كفارة، مفيش إيه؟ مفيش كفارة في هذا الايه الامر. يعني لو واحد جامع زوجته وهي حائض مثلا مفيش في الامر ده كفارة، انما الامر فيه انه يتوب الى الله تبارك وتعالى، ما يعملش هذا الكلام او يعملش هذا الامر مرة تانية. طيب قلنا الاستمتاع بها دون الفرج فهذا ايه؟ فهذا شيء جائز. ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول ام المؤمنين عائشه كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر من فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه. معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يملك نفسه، مش بقى ان يدي الامر يعني ان اي واحد مثلا يتطول في هذا الكلام فممكن ان هو يصل الى جماع، لا
الأمر يكون إيه في حذر في الأمر ده. ده بالنسبة لإيه يا جماعة؟ بالنسبة لموضوع الحاجات المحرمة على مين؟ على الرجل، أو بالنسبة للرجل إنه يجامع زوجته، وبالنسبة للمرأة اللي عندها حيض أو نفاس. خلي بالها من الكلام ده. عندنا طبعا الصلاة والصيام، الصلاة والصيام أجمع أهل العلم على أنه يحرم عليها الصلاة والصيام فرضا أو نفلا، تمام؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ مفيش صلاة ولا صيام. عندنا أيضا مس المصحف، مس المصحف الأمر ده يا جماعة الواحدة الحائض أو النفساء ما بتمسكش الإيه؟ ما بتمسكش المصحف، تمام؟ عندنا ممكن ان هي تمسكه بحائل، ممكن ان هي تمسكه بايه؟ بحائل، يعني لابسه جوانتي وبتمسك المصحف. طيب لو ماسكه موبايل وبتقرا منه قران ما فيش فيه منه مشكله خالص، الموبايل ما بيعتدش بيه ان هو مصحف اصلا، يجوز لها ان هي تمسك المصحف الموبايل بتاعها وتقرا منه. عندنا الطواف بالكعبه، دي من الحاجات المحرم على الواحده اللي عندها نفاس او عندها حيض ان هي تعملها. النبي صلى الله عليه وسلم، وده اجماع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج لسيده عائشه. سيده عائشه لما كانت معها في حاجه الوداع حاضت، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى ايه؟ حتى تطهري، حتى ايه؟ تطهري. إيه طبعا ان شاء الله تبارك وتعالى هنكمل النوع الثالث في الاستحاضة في الفيديو القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.